مصطفى شاب مصري عنده 20 سنة وصل لإيطاليا عن طريق البحر على مركب من ليبيا بطريقة غير شرعية. في الفيديو ده مصطفى يتكلم عن كل تفاصيل الرحلة بتاعته من أول ما خرج من بيته في مصر لغاية ما وصل أوروبا. إن شاء الله تتعلموا من كلامه حاجة مهمة. السلام عليكم، أنا شاب مصري اسمي مصطفى، عندي 20 سنة من قرية تبع مركز أوسنا المنوفية. زي أي شاب مصري عايز يعيش عيشة كويسة، عايز يكون عنده بيت، عايز يكون عنده أسرة اللي هو يقدر يصرف عليهم، عايز يعيش عيشة سعيدة، وده الصراحة مش هقدر أوصله طول ما أنا في مصر في الوقت الحالي. عشان كده قررت إن أنا أسافر إلى أوروبا. عشان كده بدأت أسأل أصحابي اللي موجودين في أوروبا على الطرق اللي هم مشوا فيها. قالوا لي في كذا طريق، أول طريقة تيجي عن طريق فيزا سياحية أو دراسة، تاني طريقة تيجي عن طريق البحر من ليبيا، تالت طريقة تيجي عن طريق تركيا وده طريق بري وصعب شوية. أنا عن نفسي قررت أجي عن طريق ليبيا لأن ده أرخص طريق. بدأت أدور على الناس اللي هتساعدني اللي أنا أوصل للطريق ده. وصلت للناس، اتكلمنا معاهم، اتفقنا وكل حاجة. المهرب بقى من مصر من السلوم، كنا سبعة مع بعضينا، سبع شباب، ركبنا عربية سوزوكي لحد السلوم. نزلنا عند كافيه في عربية تانية كانت خدتنا، بصراحة بيركبونا كده بطريقة بشعة وطريقة وحشة، وكل خطوة تروحها تدفع فيهم 300 جنيه 400 جنيه، بيستغلوا الوضع. يعني خطوتين اتنين ما تكملش حاجة، يعني ما يمشيش 2 كيلو على بعض يقول لك 300 جنيه 400 جنيه، يعني كاستغلال. حطونا في حتة كده في بيت في الجبل، وبعد كده في عربية تانية جت خدتنا نقلتنا في بيت تاني في الجبل برضو، قعدنا فيه لحد المغرب تمام. وبعد كده بالليل على الساعة 8 بالليل كده في عربيات جت حملتنا، قسمونا مجاميع، دي مجموعة كذا، دي مجموعة كذا، دي مجموعة كذا. وبعد كده رحنا تقسمنا تاني في الجبل، دي مجموعة كذا، مجموعة فلان تيجي، مجموعة فلان تيجي. قسمونا المجاميع، بيتنا ليلة في الجبل، ليلة واحدة في الجبل. كان الجو في اليوم ده كان أصعب يوم بالنسبة لنا، يعني كمان كان في مصر يا مصطفى؟ ده كله في مصر في السلوم، ده كله احنا لسه في مصر لسه ما اتحركناش. كان أول يوم كان صعب بالنسبة لنا، كمان بيتنا في الجبل تحت صخور كده، يعني مش عايز اقول لكم، طريقه بشعه بصراحه والطريق صعب جدا. كملنا رحلتنا، بيتنا اليوم، قعدنا لتاني يوم بالليل على الساعه 10، قالوا مجموعه فلان تيجي كذا تيجي كده ومجموعه فلان تيجي كده. فكملنا رحلتنا، تنينا نجري لحد الساعه 5 الصبح، من 10 بالليل ل 5 الصبح. عدينا سور جان، عدينا سور وعدينا سلك، ولا قابلنا حكومه ولا حرس حدود زي ما الناس ما بتقول ولا الكلام ده. بنعدي السلك، اخر سلك بقى اللي احنا هنعديه ليبيا، كان في مدرعتين جايين من بعيد، فكله جري بصراحه، بقى كله ينط في العربيات. بنركب اكتر من 70 واحد في عربيه ربع نقل صغيره فوق بعض، يعني وناس كتير الشعبات في العربيه، واللي وقع اتكسر واللي اتبهدل، يعني كان الطريق صعب. مؤاخذة في اللفظ يعني بتاعي، يعني بيركبونا زي الغنم بطريقة بشعة وضرب نار. ده كان أصعب يوم، أول يوم صعب، كان صعب جدا بالنسبة لنا. بعد كده ودونا على حوش كبير متصور تمام، قعدنا في الحوش دوت، كل واحد مندوبه جه خده. فحتى المناديب، يعني المندوب بتاعنا استغلنا برضو في الظروف اللي احنا فيها والخوف اللي احنا كنا فيه والرعب اللي كنا فيه. فالمندوب بتاعنا وقفنا في نص الطريق، قال لنا كل واحد يطلع 300 400 جنيه. فبصراحة ما طلعنا، وقف العربية قال هسيبكم في الجبل يا زامل، تنى يشتم بألفاظ يعني وحشة وكده. فخدنا حوش كده كبير زي نظام مخزن، دخلنا المخزن اتخزننا 30 يوم تمام فيه. فقالوا هنركب، فاتنقلنا في مخزن تاني برضو نفس النظام، مفيش ركوب مفيش أي حاجة. وفقدنا الأمل بعد الشهر، وكنا هنرجع مصر وكانت الفلوس هتروح علينا، وكانت عيشتنا كانت حياتها هتبوظ بصراحه في مصر. قالوا كل يوم يقولوا بكره بعده. وبالنسبه للاكل والشرب في المخزن دوت، كان طبق فول 10 بيقعد عليه كل واحد طرفين خبز، وبالليل على الساعه 12 الغداء اللي هو الغداء طبق رز كل 10 برضه بيقعدوا عليه، عقبال ما تاكل معلقه وتلف السنه تكون بالصلاه على النبي اتمسحت السنه بسم الله ما شاء الله. يعني كان معايا ناس بتاكل، ما كانش في اكل اصلا، يعني عامه في ليبيا في المخازن ما كانش في اكل، بيعاملونا زي الفراخ. يعني احنا في المخزن بيعملوا زي الفراخ، يعني بيجوا يرموا لك الاكل بتاعك ويمشوا، يقفلوا عليك المخزن ويمشوا. فكملنا رحلتنا، بقينا نكلم المندوب المصري هنركب امتى هنركب امتى. عدى 20 يوم كده، بقينا 50 يوم اهوت. ال 20 يوم عدوا، خدوا ثلاثه مننا، خدوا قصدي اربعه مننا. الاربعه دولت خدوهم في حته اسمها الزاويه، يركبوا من هناك. فالمندوب بعدها بثلاث ايام قال كل واحد فيكم لازم يدفع 20,000 زياده، يعني 4,000 ليبي، عشان خاطر اللي احنا نركب الجرافه اللي هي بعد 10 ايام. كل يوم يقول لنا الجرافه طالعه الجرافه طالعه، كلموا مندوبكم
يدفع لكم ال 20000 جنيه يدفع لكم 20000 جنيه يكمل لكم الفاتوره بتاعكم. بنقول له احنا دافعين فواتيرنا كلها تمام ومشيكين عليها كلها تمام. قعدت 70 يوم كله مشي من المخزن، ما بقاش الا احنا كنا ثلاثة في المخزن، كان معايا اتنين صغيرين، واحد قريبي وواحد جاري، كنا لوحدنا. استغلونا، كانوا بيخلونا نمسح المخازن تمام، كانوا بيعاملونا معامله سيئه، مؤاخذه في الكلمه، كانوا بياخدونا في حته كده فيها غنم، كنا بنحمي غنم، كانوا مبهدلنا بصراحه، ولا كنا بنغير ولا كان في هدوم نستحمى ولا كان في اي حاجه. كملنا رحلتنا، دفعنا ال 20000 اللي هم قالوا عليهم اللي هم ال 4000 ليبي. بعدها ب 10 ايام على الساعه 2 بالليل كنا احنا ثلاثه بس في المخزن، دخل علينا واحد قال لنا قوم باسلوب وحش، وبقى يخبط فينا ويقومنا من النوم الساعه 2 بالليل، قوم المركب هتفكهم يا زامل ومش عارف ايه يا الشتايم بتاعتهم تمام. فقمنا ركبنا معاهم السياره بلهوجه ورحنا دخلنا مكان في الجبل في ليبيا، نزلنا لقينا من ناس كتير جدا، لقينا اكتر من 400 شخص. جرينا شويه، جرينا حوالي جي ساعه ونص، بعد الساعه ونص كان في سياره برضو في الجبل، كل واحد بقى ياخد بنجتين ميه كده اللي هي ميه الشرب، ونزلنا هضبه كبيره، وبعد كده جرينا ساعه كمان ونزلنا هضبه كبيره كده. في زرقين صغيرين كانوا بيحملوا اللي هم الحريم، كان معانا حريم واطفال صغيره، كان في زرقين صغيرين، المركب كانت واقفه في عرض البحر تحت، وكان في مركبين صغيرين اللي هم بينقلوا الناس فيها وكده. نزلنا هضبه كبيره حوالي يجي 5 ادوار كده، نزلناها كده زي نظام ايه اللي بقى يتزحلق فوق التاني، واللي رجل اتعور واللي رجليه اتكسرت، كان معانا حريم واطفال صغيره، فالحريم طبعا ركبت الاول، فبقوا يفتشونا احنا رايحين نركب المركب، وياخدوا منه شنطنا وكل حاجه، واللي معاه تليفون بياخدوه، ما بيدخلكش المركب حتى باي حاجه تمام. فركبنا الزوارق الصغيره، ركبنا المركب الكبيره اللي في عرض البحر اللي هي جرافه كبيره 3 ادوار، كنا عليها 550 شخص، ومعانا حريم، ومعانا حريم حوامل واطفال كتير وسوريين ومصريين. كملنا رحلتنا، مشينا اول يوم كان حلو وجميل، كان بالنسبه للاكل والشرب في المركب كان بلحتين وعلبه جبنه، ثلاثه فيهم ثلاثه اشخاص ياكلوا من علبه الجبنه، وكل واحد طرفين خبز. ده اول يوم. تمام. ثاني يوم الفجر كده، تاني يوم الفجر يعني الصبح بدري، يعني الساعة 5 كده، تاني يوم الساعة 5 الصبح، الموج علي مرة واحدة. كانت المركب كنا خلاص، كنا المركب كانت هتتقلب بينا، كنا بنغرق، الموج علي علينا مرة واحدة والجو بينطر، كنا بصراحة كنا هنغرق، خلاص كنا فقدنا الأمل، والناس كلها إنا لله وإنا لله راجعون. بعتنا استغاثة في تاني يوم عشان كنا بنغرق للإيطاليين، جابوا لنا بعتوا لنا اللي هم سواحل اليونان، سواحل شاطئ اليونان. دخلنا على جزيره اليونان، قعدنا في الجزيره ديت يومين اتنين بالظبط عقبال ما الموج هدي والجو اتظبط معانا تمام. بتوع اليونان جابوا لنا اكل وجابوا لنا شرب تمام. كملنا رحلتنا، مشينا هم 24 ساعه بالظبط، المحرك بتاع المركب عطل تمام، بعتنا استغاثه تاني اللي هي تيجي تساعدنا وتصلح لنا ايه المركب. الاستغاثه جت ضربوا سهمين كده في الجو، فقالوا بعرف في شاب مننا شاب مصري نط في الميه، جاب اللي هم السهمين دولت، ربطنا اللي هي الخرطوم بتاع الزيت الباكم اللي هو ضرب وعطل المحرك بتاع المركب، شدوه عملوه وصلحوه. وبعد كده كملنا رحلتنا تاني، مشينا 5 ايام كمان فوق الاربع ايام اللي فاتوا دول، 5 ايام كمان كانوا اصعب دولت بقى، كانوا اصعب 5 ايام، كان ولا اكل ولا شرب، ناس كتير وقعت، ناس كتير قوي كانت بتعيط، شباب كده يعني ناس كبيره عندهم عيال، كان في اطفال مننا برضه سقطت من قله الاكل والشرب، ما ماتوش تعبوا يعني وكده. فالحمد لله بنبص ورانا بعد في اليوم التاسع الصبح بدري برضه، بنبص ورانا لقينا 3 مراكب سقطره، لقينا 3 مراكب جايين ورانا، ضربوا الكشافات، بنبص عليهم لقينا علم ايطاليا، قلنا الحمد لله يا رب. كان موجود حمام صغير كده، ما كانش في اكل وشرب اصلا، الواحد اللي هو يخش الحمام ما كانش حد بيتحرك من مكانه يعني. بتوع المراكب السواحل الايطاليه كتر خيرهم جم خدونا، كنا بصراحه كنا عطشانين جدا وجعانين جدا، خدنا خدونا على الشط على المينا، وزعوا على كل واحد فينا ازازه ميه باكا ولبن، بصراحه كان كله كان جعان وعطشان، وركبونا باص، ركبونا كده ارقام في ايدينا وركبونا باص، فوصلنا دخلونا الكامب، سلمونا هدوم، سلمونا معجون اسنان، سلمونا شامبوهات، سلمونا طومه داخليه، سلمونا كل حاجه، كوتشيات، اي حاجه، جواكت، كل حاجه تخطر على بالك سلموها لنا، وكل اوضه فيها 3 كل واحد على سريره تمام. دخلنا استحمينا وشطفنا والحمد لله،
الصبح جابوا لنا برضو وهكذا فطار. مصطفى نصيحتك ايه للناس اللي في مصر اللي بتفكر تسافر زيك عن طريق البحر ده؟ نصيحتي للناس اللي في مصر والشباب اللي بتفكر تمشي عن طريق البحر زي ما انا مشيت، ليه ما تجيش عن طريق البحر والسكه ديت؟ عشان السكه ديت خطر جدا وقعدت 70 يوم فيها. انا عارف اللي في ناس هتخش تقول لي انا قعدت 8 شهور واللي قعد سنه. اه فعلا في ناس قعدت سنه و8 شهور في ليبيا وخمس شهور يعني، وناس تعبت جدا في ليبيا. ان انا عن نفسي ليا اصحاب ماتوا في البحر، والفتره اللي فاتت ديت اللي هو شهر واحد وشهر اتنين في مراكب كتير بتغرق واهاليهم ما يعرفوش عنهم اي حاجه. عشان كده نصيحتي لاي حد بيفكر يمشي عن طريق الهجره غير شرعيه من على طريق ليبيا، ما انصحوش اللي هو يطلع السكه ديت خالص. في نهايه الفيديو ده اتمنى يكون كلام مصطفى وصل لكم مدى خطوره الطريق ده اللي هو من ليبيا لايطاليا. ونصيحة مني لكل الشباب، ما تمشوش في الطريق ده لأنك كده بترمي حياتك في المجهول. برضو اكتب لنا رأيك في كومنت تحت الفيديو، هل انت مع الناس اللي بتمشي في الطريق ده ولا ضده؟ ولايك للفيديو واشتراك في القناة، واشوفكم في فيديو تاني في أقرب وقت، والسلام عليكم.